هذه الانتخابات مستمرة، ويوم 17 التجهيز على قدم وساق انتخابات يوم 17، إلا إذا اللجنة العليا للانتخابات قالت قبلت طعون حمدين صباحي ثم حققت فيها ثم اكتشفت أن لدي حق وبالتالي يعادل فوز في الصناديق دي، إذا له أصوات أكتر يخش هو مكانه. فيما عدا المخرجين القانونيين دولت يا أستاذة هالة مفيش مفاجآت، مسائل ماشية طبيعي جدا جدا جدا. الحل اللي الناس بتقول عليه إذا كان الأستاذ حمدين مرشح توافقي، وإذا كان الأستاذ حمدين حقق هذه المفاجأة، وإذا كان الإخوان بيقولوا طول الوقت مش عايزين الفلول، مش عايزين سين، مش عايزين صاد، طيب ما مرة واحدة في تاريخهم يقولوا لنا إنهم ذاتهم مش متضخمة، إنهم مع مصر ماشي، إنهم في سبيل مصر سيضحون بمنصب رئيس الجمهورية؟ ألا تستحق مصر من جماعة الإخوان المسلمين إذا كان الخطأ قائما كما يقولون؟ ألا تستحق هذه البلاد أن يضحي الأخ محمد مرسي بهذا المنصب ويتنازل لحمدين صباحي؟ هنا المحك الرئيسي، هذا كلام الدكتور ساعات المستشار بالضبط، المحك الرئيسي لوطنية الإخوان المسلمين. عايزين تثبتوا أنك وطنيين من غير كلام ولا أغاني، ولا جيب فلانة عينه وزير وفلانة عينه نائب وفلانة عينه رئيس حكومة، اتنازلوا عن الترشيحات ونشوف الشعب المصري هيقول ايه بعد كده لحمدين وللفريق شفيق. اذا مش هتتنازل ما تحكيليش عن التوافق الوطني، اوعى ما تحكيليش عن الفلول والنظام القديم، ما ينفعش ما ينفعش يبقى مش قلبك على البلد وتقعد تستغل مشاعر الناس في كلمات انت تعلم اول من تعلم انها خاطئه لا تصدر من قلبك لا تصدر من عقلك حتى، انك تريد ايهام الناس بها حتى تستكسب مشاعرهم وتجيشهم ضد هدف خاص في ذهنك ما ان يتحقق حتى انفض هذا السامة. يعني ايه تعالى فلان وزير، طب ما انت في اول تغيير تشيل، تعالى فلان نعم انت في اول حاجه تقول له مع السلامه روح، ايه المشكله؟ طب بلاش كل ده. ولما انت كده بتاع توافق وبتاع بتاع يا سيدي سيبك من قصه الرئاسه، ما تعمل لنا الجماعات التاسيسيه عشان نخلص الدستور. ايوه ليه متمسك ادي لك 3 4 شهور مغلب المصريين معاك؟ لا مجلس الشعب، لا اذا كانت مصر هي الهدف عشان الدستور ما يكتبش اذا كانت الرئيس مصر هي الهدف وقرر ساعتها رئاسي ولا برلماني يا استاذه هاله، اذا كانت يا فندم مصر، انا فاهم كلامك والله بس نقول انا بتكلم للشعب ده حضرتك، قوله للشعب اذا مصر هي الهدف مش الاخوان حضرتك المسلمين. وانا عارفين لكن الشعب لازم نقول له اذا مصر هي الهدف مش مش الاخوان المسلمين كانوا خلصوا لنا الدستور، كانوا سابوا الفقهاء الدستوريين يخلصوا الدستور، كانوا تنازلوا قليلا مش كثيرا حتى الجمعية التأسيسية تتكون، ما كانوش عملوا خلافات مع كل القوى السياسية بلا استثناء في محاولة واضحة ومفضوحة وحط صباعه عليها كل مصري في مصر للاستحواذ، تاني مرة للاستحواذ كاملا على الجمعيات التأسيسية الوضع الدستور اللي يعجبهم. طب إذا أنا عايز أستحوذ على الجمعيات التأسيسية إذا بالعكس الإيثار إن أنا أؤسرك على نفسي ده مش صحيح، ده هو بيؤسر نفسه عليك، طالبين الإيثار منه، فإحنا عايزين هو بيقول العكس، طالبين الإيثار كده. لكن أنت بتقول إيه بقى؟ بقول الاستئثار، هم بيستأثروا. لا أنت بتقول إيه بقى؟ الاستحوذ. لكن إحنا عايزينهم ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني لو كان حتى حاجة تخصهم بدلتي وشايف مصر محتاجها أقلعها وامشي عريان. احنا ما بنقولكش بدلتك يا سيدي، احنا بنقولك اتنازل. لو جه حمدين صباح يجيبك رئيس حكومة ويجيبك حكومة ويجيبك كل حاجة، مش انت مش عايز الفلول، ضحي بمنصب رئاسة الجمهورية. طب اذا ما ضحيتش ما تضحكش علينا بقى، يبقى ورقة التوت اتشالت، انت تعرضت تماما قدام الشعب المصري، لازم تقف تقول له انا عايز الرئاسة والحكومة ومجلس الشعب ومجلس الشورى، وانا مش هسيب البلد دي ولا بعد مليون سنة، وهعمل زي بوتين ومدفيديف رئيس وزراء رئيس، خلصت المدتين اقلب
رئيس وزراء رئيس، خلصت المدتين اقلب رئيس وزراء رئيس، ونقعد نتبادل القصة في الإخوان مدى الحياة وتسد بوابة الحياة. يا مدى الحياة مصر. احنا ثورة قامت وقالت في تداول سلطة أربع سنين. أنا أتحدى تداول السلطة معناه إيه؟ إن أنا الآن اللي اعتبرها تداول السلطة الآن اعطيها لمن ينقذ مصر. مش أنت شايف من وجهة نظرك، وهذا غير صحيح من وجهة نظرك، أنه إنقاذ مصر ها مش في إيد سين وممكن يبقى في إيد صاد ولام. طب خلي صاد ولام وخش وراه ادعمه، وخلي صاد يخش، خلي حمدين يخش وقف ادعمه. إذا أنت عايز مصلحة مصر، لكن أنا أؤكد للناس ونحن أمامنا حتى يوم 17، الإخوان المسلمون يريدون مصر ثم مصر ثم مصر ثم مصر، ومش هيسيبوها، وحيفضلوا ورا مرشحهم لو تخلى عنهم الجميع، لن يتركوا هذه البلاد. ليه يا فندم؟ لأن جزء من أدبياتهم هم يعتبرون ما حدث هبة من الله، يعتبرونها حاجة كده جفت جالهم من السماء عشان يحكموا هذا الشعب بما يعتقدون خطأ أنه الشريعة الإسلامية. كويس؟ لأن الشعب الإسلامي الأزهر بيحكم مصر أديله أو بيتفاعل مع المصريين أديله 1000 سنة النهاردة، ما قالش إن ما يحدث في مصر ما بيحكمناش الشريعة، ما قالش إن إحنا ناس ماشيين كده في الشارع ما بتحكمناش أخلاق ولا قيم ولا شريعة ولا غيره. وبالتالي الإخوان المسلمون يبحثون عن الحكم ولن يتنازلوا عنه. هذا الاقتراح أنا أعضده، كل القوى السياسية تعضده، مش بس عشان أي حاجة، لأننا متأكدين، أنا واحد من الناس، أن الإخوان المسلمين على جثتهم وعلى جثة محمد موسى وعلى جثة خالد الشطر. حضرتك بتقول أن هم عايزين السلطة في الشصار، لكن مش اللي اطرحي يعني. على الضيف اللي جاي أو مش هتجيب حد من الإخوان المسلمين أكيد طبعاً. اطرحي عليه، هل أنتم مستعدون للتنازل لحمدين صباحي؟ وأنا بناشد أخي وصديقي الأستاذ حمدين صباحي أن يطرح هذا عليهم، أن يقول لهم هل أنتم مستعدون للتنازل لي؟ إذا لم يتنازلوا له فليعرف حمدين صباحي أنه إذا جاء الإخوان سيسدون الطريق أمامه وأمام القوى الوطنية وأمام الشباب طبعا. ليه؟ لأنه يحلم إذا ما نفعش المرة دي القوى الانتخابية تصعدوا المرة الجاية بعد 4 سنين. بس لو جه الأخ محمد موسي لن يترك السلطة في مصر الإخوان، لا الحمدين ولا الغير حمدين ولا الشباب السوا ولا غير الشباب السوا. وهنا النقطة الفاصلة، الإخوان أو غيرهم ليه؟ السؤال المنطقي ليه؟ لأن هؤلاء إذا جاءوا سدوا الباب أمام كل الأجيال القادمة لمدة 100 سنة. في ناس أنا أقدر أنزل له التحرير، أنا أقدر أعرضه، أنا أقدر أكتب عنه، أنا أقدر أجيش نفسي زي حمدين كده لانتخابات قادمة. وفي ناس لن تسمح لي أبدا بهذا الكلام تحت أي بند على الإطلاق. جيوش مجاهدة. أنا هديك مثل صغير كده، وعايز سيادة المستشار يفتكر، عايزين بقى نسمع، عايز سيادة المستشار يفتكر ويعلق عليه. انتخابات مجلس الشعب خلصت والمجلس مجتمع، فاكر انت المنظر ده، والشباب عملوا مظاهرة في ميدان التحرير وقالوا نروح نقدم بعض المطالب لمجلس الشعب المنتخب. الإخوان راحوا جايبين شبابهم وعملين سلسلة بشرية في النص كده، بنتي كانت بتصور فجايبه لي الفيديو بتسأل ولد فيهم، احنا مش حقنا، كانت مع الشباب اللي رايحين، احنا مش من حقنا نخش نكلم النواب دولت ونقول لهم مطالبنا؟ احنا مش من حقنا نقول رأينا؟ كان الجواب واضح وصريح وقاسي جدا، رأيكم جوه وصوتكم جوه، في نيتو خلصت، انتوا انتخبتوا وتروحوا البيت بقى، احنا نتصرف زي ما احنا عايزين. هذا ما سيحدث في حالة فوز رئيس من الإخوان المسلمين، انتوا انتخبتوا سيبونا نشتغل. سيبونا نشتغل يعني ايه؟ يعني الجيش المصري كله يعاد تركيبته عشان يبقى إخواني، الشرطة بالكامل تحت، زي يعني تحت تركيب الجيش عشان يبقى إخواني. روح حضرتك إيران شوف ازاي، ادرسي التجربة تمت ازاي. وصل الخميني من هنا بحجة الضباط الفسدة أعدم كل القيادات، جاب قيادات من عنده عينها بأوردر، ما احنا ما كناش في ثورة يوليو بنجيب الرائد نديله لواء ونحطه قائد جيش،
وبننهزم في 67 ما كانش بيحصل مش بنجيب قائد نحط له لواء وننزله يبقى قائد للقوات المسلحه فناكل علقه تموت في 67 هنا لان ما عندوش خبره. في نفس القصه اي اي ضابط لواء وقائد للجيش هتقول له ايه؟ انا رئيس جمهوريه وعايز ده يبقى لواء عايز يبقى قائد للجيش انت هتحاسبني؟ تغيير كامل في بنيه القوات المسلحه لصالح الاقليم هم لن يامنوا الاحد تحت شعار هيكله جهاز الشرطه تدمير كامل لهذا الجهاز وتغذيته بكل قادة الخان والخطط موجودة لدى الأخ مهندس خالد الشاطر وموجودة من سنة 92 فيما يسمى بخطة التمكين الشهيرة اللي ضبطت معه في قضية سلسبيل كل هذه الأشياء حتى نصبح بالكامل أجهزة مخابرات وجيش وشرطة في قبضة الإخوان فلا تستطيع التنفس مرة أخرى ويرجع كل الماضي بشكل أسوأ جدا. هل تقدري تتكلمي على ان مصر بلد الموسيقى والفن والغناء المرأة المصرية اللي تولت وزيرة وبتاع هذه هي القضية. انا هقاطع حضرتك سعادة المستشار عايزين نسمعك هل تفضل ولا بعد الفاصل؟ بعد الفاصل. بعد الفاصل لان احنا لسه ما رجعناش للحكم. انا ما بنساش نقط خطيرة جدا اعتقد اننا هنعلق عليها وانا في انتظار مشاركتكم. واضح ان انتوا بتشاركوا مشاركة قوية جدا. الشعب المصري اصبح يتمتع بالإيجابية وكل واحد بيحس ان صوته ليه معنى. التصويت ده لن يساهم في من سيكون رئيسا لجمهورية مصر العربية لكن هيساهم في اننا ندعم فكرة الديمقراطية وإبداء الرأي ونقدر نرسم الخريطة السياسية بوضوح كما رسمناها معا مع مرشحي الرئاسة في الاستفتاء الأول الذي شارك فيه 70,000 مشاهد. أتمنى أن مشاركة المشاهدين الأعزاء في هذا الاستفتاء نوصل فيها لعدد أكبر بإذن الله.